بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. نعيد مرة ثانية حتى يسجل هذا الكلام. فقلنا أن أول شيء نبدأ فيه في دراسة علم التجويد أننا لابد أن نعرف ما معنى هذا التجويد الذي نريد أن ندرسه. وقلنا أن التجويد لابد من تعريفه لغة أولا حتى نرى التوافق بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي. فالتجويد في اللغة معناه التحسين، من قولهم شيء جيد أي شيء حسن، ففلان زود قراءته أي حسن قراءته. طيب لما عرفنا أن التجويد معناه التحسين، يبقى لابد أن تكون قراءة القارئ الملتزم بأحكام التجويد قراءة حسنة، وإلا لو لم تكن قراءة حسنة يكون حقيقة ما جود وما قرأ للتجويد. يعني واحد بيمد وبيقف ويصف ويرق ويجيب الإخفاء والإظهار ويجيب كل الأحكام ولكن قراءته مش حسنة، يبقى قراءة التجويد. وليس التجويد هو مجرد التزام هذه الأحكام دون أن يتحقق الحسن في التزامها. إزاي يعني واحد يجيب المد والقصر والغنى والإضغام وما يجيبهاش قراءته حسنة؟ لو كان متكلفا، لو كان مبالغا، حينئذ تتحول هذه الأحكام من أن تصل به إلى قراءة حسنة إلى أن تصل به إلى قراءة معيبة، قراءة رديئة، قراءة يذهب فيها العلماء ويقبحونها ويقبحون من فعلها. وهذا كلام الإمام الجن رحمه الله يسمي من بالغ في القراءة وتشدد فيها وتكلف يسميهم أهل الغباء، الذين يتغابون في قراءتهم فيأتون بقراءة قبيحة من هذه الأحكام الحسنة كانت تؤدي إلى قراءة حسنة. ولذلك بعض الناس الآن يبالغ في التجويد وهو لا يدري أنه بهذه المبالغة قد خرج أصلا عن حد التجويد. وإحنا هنشوف دلوقتي أنهم في الإصطلاح اشترطوا أن تكون القراءة بغير تكلف وبغير تشدد. ليه؟ لأن التكلف والتشدد يؤدي إلى أن تصبح قراءة رديئة. طيب ومعنى التجويد في الإصطلاح؟ إخراج كل حرف من مخرجه. قلنا الحروف سواء كانت 28 أو 29 على التفصيل اللي قلناه، إنه 28 في الكتابة و 29 في النص. العطار من الهمزة والألف يكتبوا حرف واحد وينطقوا حرفين. هذه الأحرف ال 29 أو ال 28 بكل حرف منها مخرج. فأول شيء في التجويد أن تعرف هذه المخارج وأن تخرج هذه الحروف من مخارجها مع إعطاء هذه الحروف حقها ومستحقها. إعطاء الحرف حقه ومستحقه. حق الحرف هو الصفة اللازمة له والتي لا تفارقه بحال. هذه الصفة لازمة له حال كونه متحركا وحال كونه ساكنا وحال كونه مسبوقا بساكن أو ملحوقا بساكن في جميع حالات. زي صفة الاستعلاء. صفة الاستعلاء هذه موافقة أو ملازمة لقول هذه الجملة التي جمع العلماء فيها حروف الاستعلاء، وهي سبعة أحرف مجموعة في قولين خص ضغط قذ. وعرفنا يعني خص ضغط قذ، يعني ادخل في خص تحتمي به من ضغط الحرارة الشديدة إذا ما كان الجو قيضا. هذه الأحرف السبعة لابد أن ينطق بها القارئ مستعليا في جميع حالاته. مستعليا يعني الفم ممتلئ بها، حروف مفخمة. فإذا ما قرأ القارئ ولم يأتي باستعلائها فيكون قد قرأ بها تجويد. زي ما كنا قلنا وما تنفق من خير، خير إذا خطأ خطأ ليه؟ التقسيم النفسي عن الاستعلاء بيبقى مستعلي ولكن في درجة أقل من درجات التفكير، لكن يبقاش مرقق مفخم. حروف الاستعلاء لا تفارق الاستعلاء دائما. يكون مستعليا ومفخما ولكنه في درجة الدنيا من التفكير، لأن التفكير على أربع أو خمس مراتب. عايزين بقى ندخل فيها دلوقتي، هيجي لنا درجة التفكير والترقيق هناخد فيه حروف التفكير تفصيل. لكن هذه الأحرف لا تنفك عن الاستعلاء، لابد ان يستعلي بها الفم ولابد ان تكون مفخمه. تتفاوت في تفخيمها ماشي، لكن تيجي مرققه لا، تيجي مستعلة نازله لا. يبقى هذه صفه ملازمه لها على الدوام. مستحق الحرف هو الصفه التي لا تلازمه دائما وانما تلازمه حينا وتفارقه حينا.
زي ما استنى صفه القلقله. القلقله في حروف قد بجد. هل حروف قد بجد دائما من القلقله؟ لا، لابد ان تكون ساكنه، اما ساكنه تكون اصلي، واما ساكنه تكون عارض لانها في اخر الكلمه ووقف عليها بالسكون. يبقى اذا لما تيجي تقف على اياك نعبد لازم تقلق اياك نعبد، لكن لو وقفتها مفيش قلقله، اياك نعبد واياك نستعين. يبقى القلقله لازمتها حينا وعندما سكنت، وفارقتها حينا عندما تحركت. يبقى القلقله حق للحرف ولا مستحق له؟ مستحق، لانها ايه؟ تلال الحرف احيانا وتفارقه احيانا اخرى. هل اخفاء النون الساكنه حق ام مستحق؟ مستحق، لان مش كل النون ساكنه نصيه. الاظهار حق ام مستحق؟ مستحق، لان مش كل النون ساكنه من ورا، في نون مضغمه وفي نون مخفاه وفي نون مقلوبه. يبقى هذا الاحتفاظ اللي تعرف فيه ما هو حق الحرف وما هو مستحقه. في التجويد لابد ان تاتي بالامرين جميعا. فازاي تعرف؟ ما تدرس بقى، ما مش في حق، مش في جلسه واحده تاخد كل التجويد. فلما تفتح لك ابواب، عرفت يعني ايه حق؟ عرفت يعني ايه مستحق؟ عرفت يعني ايه تجويد في اللغه؟ عرفت يعني ايه في الصلاح؟ لسه بنكمل المعنى بالصلاح. لكن لما تدرس التجويد كله هتجد كله متكامل مع بعض من بعض. لا لا، اذا اتيت بهذه الاحكام بلا كلفه على طبيعتك فسيكون ذلك مؤديا الى حسن القراءه. اما اذا اخذت بالاحكام كاحكام مجرده وقوالب اليه تاتي بها على اي وقت يبقى ده التجويد. لا، تجويد انك تاتي بهذه الاحكام ولكن بطبيعتك، دون ان تتشدد، دون ان تبالغ، دون ان تتكلف. يبقى لازم تروض نفسك لحد ما تصبح هذه الاحكام طبيعه فيك. يساوي هذا مع اللي جاي بقى، لسه هيجي هو بقى، مع اعطاء حق المستحق من الصفات اللازمه والعارضه مع ترويض اللسان وعدم التكلف. ده مهم بقى. مجموع ده كله يديك القراءه الحسنه اللي هو معنى التجويد كله. لو فعلت كل هذا، ولذلك انت لو عرفت التجويد ممكن يعرف التجويد بتعريف اخر. خد بالك؟ وان كان هذا غير مشترك في كل التجويد، لكن هذا اولى وارجح، لان دي لما تنظر اليها دي عباره عن وسائل الوصول الى التجويد. ازاي اوصل للتجويد؟ اخرج كل حرف من مخرجه، واعطيه حقه ومستحقه من الصفات اللازمه والعارضه، واروض لساني على كده وما تكلفش. طب التجويد بقى لما تعمل الحاجات دي كلها التجويد نوصفه ازاي؟ نوصف التجويد نقول وهو الوصول الى القراءه الحسنه، خد بالك، كما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند المتواتر. يبقى الغايه من التجويد هو الوصول الى القراءه الحسنه، انك تصل الى انك تقرا القران قراءه حسنه عن طريق معرفه هذه الاحكام، وعن طريق تروض اللسان على القراءه بهذه الايه؟ الاحكام، لان كل ما تروض لسانك كل هنا الحكم سهل عليك، وكل هنا طبيعه فيك، وكل هنا مفيش تكلف. لكن لما تروض لسانك تلاقي فيه صعوبه، وفي شده، وفي تكلف، فلذلك انت جرب كده. لو قعدت اسبوع ما تقرا القران تيجي ثاني اسبوع تقرا تلاقي فيه صعوبه، تلاقي فيه شده. لكن لما تقرا اسبوع واسبوع واسبوع كذا الاسبوع الرابع وقت سهله جدا والقراءه ماشيه معاك سلسه. ليه؟ لان اللسان تروض عليه. حتى ان الائمه الكبار رحمهم الله بيسموا ترويض اللسان على القراءه بيسموه ايه؟ بيسموه رياضه. بيسموه ايه كمان؟ الاسم الاشد من كده بيسموه ادمان. يعني ان القارئ ادمن على القراءه حتى انه لا يستطيع ان يتوقف عنه. لو توقف عنه يقرا له حاجه. فبيسموها إدمان. فهذا الإدمان هو النهاية الذي يؤدي إلى تحسين القراءة بتوقف. خد بالك؟ ولذلك ابن الجزر رحمه الله لما عرف التجويد ماذا قال؟ قال والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجوز القرآن آثمه، لأنه به الإله أنزله وهكذا منه إلينا وصله، وهو أيضا حمية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة الله ومستحقاته، ورد كل واحد لاصله واللفظ في نظيره كمثله. وبعدين قال بقى الحته المهمه بتاعتنا مكملا من
غير ما تكلف. عشان الجماعة اللي بيتكلف التجويد لا يكون تجويد إلا إذا قال أن التكلف، أما تجويد مع تكلف مكملا من غير ما تكلفي باللطف، تنطق الحكم كده بلطف بهدوء مش بشدة وعنف، باللطف في النطق بلا تعسف. وبعدين قال وليس بينه وبين، وليس بينه وبين ترقيه إلا رياضة امرئ بسفكه. وهذه العبارة عبارة ابن الإمام الزاني رحمه الله، الزاني قالها نثرا وابن الزاني نظمها في أبياته، وليس بينه وبين ترقيه إلا رياضة امرئ بسفكه. يعني القارئ إذا لم يراود نفسه على القراءة فيترك التجويد، ولن يستطيع أن يأتي بالتجويد اتيانا حسنا في تكلف وشبه. وخذ بالك لما تسمع واحد يتشدد في الحرف ويتكلف فيه اعرف انه مسكين، ما تقولش ده مسكين ده بيقرا احسن منه، لا انت تقرا احسن منه، لان هو لو كان قادرا على ان يقرا قراءه حسنه دون ان يتعب نفسه هذا التعب لفعل، لكن لانه مش قادر ومش عارف يوصل فعمال يشدد على نفسه. زي ما احنا مثلنا لو واحد هيشيل السبوره دي او هيشيل المطر اللي الحاج يشيلها دي، خد بالك او الفاروله دي وهو قوي، لكن واحد ضعيف هتبص ليه بقى ايه يزرع اصواته بقى ويطلع اصوات اللي هو يعني ايه بقى تسمع اصواته دي وتشوف عضلاته كله راجل ده قوي، لا هو لو قوي ما كانش تعب نفسه قوي كده كان سند هنا وهنا. يبقى اذا الناس تغتر بهذا الذي تراه وهذا الذي تسمعه، ولكن لو تاملوا في الحقيقه ان مثالها بكل هذه الاصوات وهذه المناظر من العضلات هو الاقوى. هل في القراءة وفي الحفظ وفي الفهم حتى وفي العمل إذا استعان الذي يريد أن يعمل القرآن بربي عز وجل؟ الله عز وجل يسر القرآن كله، لكن هذا التيسير لمن أراد واستعان بالله عز وجل على أن يجمع القرآن ويحفظ القرآن ويعمل بالقرآن. لكن في آية أخرى قال الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فكيف نفهم أن الله عز وجل يسر وقال قولا ثقيلا؟ ثقيل في العمل به، ثقيل في العمل به، لكن العبد إذا استعان بالله عز وجل يسر الله تبارك وتعالى هذا الثقيل حتى يكون يسيرا. فإن حفظ القرآن انقسم إلى نوعين، حفظ حروف وحفظ حدود. حفظ الحروف اسهل من حفظ الحدود، لكن حفظ الحدود اهم من حفظ الحروف. فاحنا بنشتغل بالايسر ويعني ننشغل عن الاهم. المفروض ان احنا يعني اذا كنا حريصين على ما يدعونا عند الله عز وجل ان ننشغل بالامرين معا او ننشغل بالاهم فقط. انما احنا انشغلنا بالايسر وتركنا الاهم. ولذلك الإمام الخاقاني، الإمام الخاقاني أبو مزاحم الخاقاني لابد تحفظوا اسمه وتعلموا أنه صاحب أول قصيدة نظمت في علم التجويد. صاحب أول قصيدة نظمت في علم التجويد. ماذا يقول الإمام الخاقاني في تعريف التجويد وما يتعلق بالتجويد؟ يقول قال الإمام الخاقاني أو كنيته أبو مزاحم الخاقاني صاحب أول قصيدة في علم التجويد، وهي قصيدة رائية. من يعرف يعني إيه رائية؟ يعني ينتهي إلى قصيدة الراء، وهي قصيدة رائية رائعة. ماذا يقول فيها رحمه الله؟ يقول زين الحرفة، يقول لك التجويد ده ميزان الحرف، زين الحرفة لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. يقول لك التجويد ده ميزان للحرف،
لا ينبغي لك أن تزيد فيه ولا ينبغي لك أن تنقص منه. والزيادة في الميزان النقصان، الزيادة في الميزان النقصان. ولذلك رب العالمين ماذا قال؟ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وقبلها قال والسماء رفعها وضع الميزان ألا تطغوا، يعني ألا تزيدوا، ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فنهى الله عز وجل عن الزيادة والنقصان، وأمر أن يقام بالقسط محررا لا زيادة فيه ولا نقصان. فالتجويد بالنسبة بالقرآن ميزان ذهب، لا ينبغي للعبد أن يزيد في التجويد ولا أن ينقص منه، لأن الزيادة النقصان. يعني واحد يجيب القلقلة فبيجي نهاية ده نقص من السلسة. واحد مثلا دلوقتي يقول إيه؟ قد يا أخ، قد يا أخ، قد كان لكم أسوة، قد كان، ده ما بيجيبش قلقلة، ده يبقى نقص من التجويد. واحد ثاني هيقول يجيب القلقلة بس يجيبها مبالغ فيها أوي، يبقى برضه أخطأ في التجويد. واحد يقول قد كان لكم، قد قد كان لكم، يقول ما زودش انت، واللي يقول قد كان سواء، بل هو احسن منك. دي الحقائق العلميه، لما تيجي تنظر للحقيقه العلميه تجد ان هذا الذي يقرا بدون تجويد، يعني لو جاز لنا ان نشبهه بمن يقع في معصيه، واحنا نتعرض لموضوع التجويد، يجوز لنا ايضا ان نشبه من يقرا بتجويد المبالغ فيه لمن يقع في بدعه. وانتم عارفين طبعا ان اللي يقع في معصيه اهون واخف من اللي يقع في بدعه، لان اللي يقع في معصيه عارف انه غلطان، فذلك اللي ما بيتجوزش عارف انه غلطان، عارف انه بيقرا غلط، يقول لك علمني. انما اللي بيقرا بتجويد مبالغ فيه يقول لك ده انا عارف واحد، ما حدش بيقرا زيي، انت جاي تعدل عليا، ما حدش بيقرا زيي، انت تعرف كل الفقرات اللي بتجيبها؟ بتجيبها غلط. بتقول قدا، بتجيب فتح قدا، قدا ايه بقى؟ قد كان، قد قد، خد بالك؟ فلذلك قال دين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من افضل البر. وجه بعد كده الامام السخاوي صاحب النونيه، وقال الامام السخاوي، الامام السخاوي ده مين؟ تلميذ الامام الشاطبي، يعني امام تلميذ لامام. اسمع ماذا قال في نيته، عشان الجماعه اللي تكلفوا والجماعه اللي بيغتروا بمن يتكلف في التدوير، ماذا قال؟ قال رحمه الله: لا تحسب التجويد مدا مفرطا. فقط بقى التجويد ما بتمش على كيفك، ما دام المساله فيها مد مد زي ما انت عاوز، لا في حد ينتهي اليه المد. لا تحسب التجويد مدا مفرطا او مد ما لا مد فيه لواني. يعني ما تفكرش ان التجويد ما بتمش زي ما انت عاوز تمنع المد خالص، ده انت مقيد. في حاجات تمد حلقتين، في حاجات تمد اربعة، في حاجات تمد ستة، ولازم تعطي كل شيء من المد حقه. إذا زودته يبقى زي النقص. لا مد مفرط ولا ما ولا عدم مد. تدي الحكم إيه؟ حق. لا تحفر التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران. سكران زي ناي كده. الحمد لله رب العالمين. غير واحد سكران بناي. التجويد ده ولك. ولا ما تضرب كده. يا لا تضرب كده ولا تضرب غير واحد ناي. الحمد لله رب العالمين. ده أول شد. خدت بالك؟ أو تضرب الناي. الحمد لله رب العالمين. ده وده غلط. خدت بالك؟ لازم تقرأ قراءة معتدلة. وصف. لا شدة فيها ولا توالي فيها. أو تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعا. متهوع يعني عاوز تخرج الحدث بتاعك وعاوز تطلع البطنة دي ليه؟ عاوز إيه؟ يقول لك في بعض الناس يفكر إن التجويد كده، إن يجي عند الهمزة يشدد فيها قوي حتى كأنه يتهوع. يقول لك مثلا ايه؟ إنها عليهم مؤصدة. مؤ ولا تقول لك بتعرف ترى زي بتعرف تقول كده؟ تعرف لا انت ولا شيخك ولا شيخ شيخك يعرف كده. ماشي يعني احنا متعودين نعرف كده اصلا. الحمد لله ان ربنا علمنا ما هو افضل من ذلك. وان كان يعني عند بعض الناس يعتبرون ان هذا ليس بالافضل، لكن العلم موجود. ارجع للعلم تجد هذا بين العلماء. لو انت فوها في همزه متهوعا أو أن فيفر سامعها
من الغثيان. أبو بكر شعبة بن عياش اللي رأى القراءة مع عاصم مع حق عن عاصم بيقول صليتم في مسجد بني السيف في الكوفة. بيقول فسمعت الإمام يقرأ قوله تعالى إنها عليهم مؤصدة بشدة حتى وددت أن أغلق أذني ولا أسمعه من شدته. ده برضه من الحاجات اللي حكاها الإمام الثاني في الرد على المتكلفين. بعد ما ذكر التحذيرات دي قال لنا بقى التحذير ايه؟ قال للحق ميزان فلا تقوا طاغيا. للحرف ميزان فلا تقوا طاغيا فيه ولا تقوا مقترا الميزان. لا تزود ولا تنقص. الزياده كالنقصان، المبالغه كالتقصير. القراءه وقت عدل. ثم قال فاذا همزت فجئ به متلطفا. لما تجيب الهمزه وتجيب الحكم هات اللطافه. فاذا همزت فجئ به متلطفا متوخيا حسنا اخا احسان. تتوخى الاحسان، تخلي قراءتك في النهايه قراءه حسنه يستمتع بها السامع و يعني تجعله يتدبر ويخشع ويتفكر، لأن هو ده الهدف من القراءة، إن الإنسان يتدبر ويخشع فيتوب إلى ربه، فيخاف من النار، فيشتاق إلى الجنة، فيخاف من عظمة الله، فيجيب الله لما يقرأ الآيات التي تتكلم عن صفات الله، إنما القراءة الهدف منها إقامة أحكام التجويد بطريقة متكلفة، متعسفة، متشددة، يبقى لا القارئ هيستفيد من يتدبر شيء، ولا السامع هيستفيد منها، وفي النهاية تكون القراءة غير مجودة، لأن حقيقة التجويد والقراءة الحسنة، فدي أحكام بتساعدك لو أنت أديتها بنص. ولما أشوف القراءة من دول إيه؟ أدي كلام الإمام السخاوي رحمه الله، وأدي كلام ابن الجزر رحمه الله، والفقير إلى الله عز وجل. كنت أعلم بعض الناس فكانوا متقنين جدا، إلا أن هذه الصفة فيهم، صفة التكلم، يتشددوا في القراءة. فبعض الناس يعني اللي كان جايبني يدرسهم يسألني مرة، يقول لي ما رأيك في قراءة يعني الطلاب اللي انت قرأتهم؟ والله كويسين، ولكن يعني عندهم شيء من التكلف والتشدد في القراءة. فسكت الرجل، وبعد ان يعني انتهى الكلام وتعشينا وكذا، قال لي في شيخ عاوزك تسمع قراءته كده على الكمبيوتر. فشغل القراءة، فبيقول لي انت عارف الشيخ اللي بيقرأ؟ قلت له والله صوتي مش غريب عليا، بس يعني انا لا اخفيك اللي برضه في شده في القراءه، في تكلف في القراءه. قال لي انت لو قلت كده ما كنتش هتفهم كلامي. قلت له ليه؟ قال لي لان هذا الشيخ هو اللي علم هؤلاء الطلاب. قلت له الطلاب انهم تابين لانهم يفعلون ما قال لهم شيخهم، يعني هم معذورين. ما انت فاهم، انا لما اجي اعلمك الدرس اقول لك قول مو صادق. انت تقول مو صادق، انت معذور، انا اللي علمتك على كده. بس بعض الناس بيبقى يعني بيفعل هذا حرصا على ان يتعلم الصادق، لكن الامر ده المفروض يبقى له ايه؟ يبقى له نهايه، يبقى له حد. يعني انا لما اجي اعلم الناس كنت مش عارف اقلقلها، هو بدل شويه عشان اعرفهم، بعد كده بقى اقول لهم لا ما تقولوش كده، لا هاتوا بقى الامر على حد لا تبالغوا. فلما سالني هذا الكلام فانا كتبت بعض الابيات في مثل هذا الموقف الذي يتعلق بهذه القراءه المتكلفه. فقلت ماذا؟ فقلت لولا التكلم كنتم أقرأ الناس. يعني لولا هذا التكلف الذي سمعته منكم لكنتم أقرأ الناس. وبعدين قلت وما عليكم بعيد اليوم من بات. ما عليكوش بات يعني انتم بتقولوا تبنوا الرسل. انتم معذورين. لولا التكلف كنتم أقرأ، لولا التكلف كنتم أقرأ الناس. وما عليكم بعيد اليوم من باتي إن تسمعوا نصحي ونصح أئمتي ممن قرأت عليهم غير كذاب، يعني غير كذاب، لا أجد فيما أقرأه ما لم أقرأه، ولا أقول على مشايخي ما لم يقولون،
إن تسمعوا مصر ونصح المسيح لمن قرأت عليهم غير دسات قطب. دول مشايخنا اللي احنا قرأنا عليهم، شيخ محمد الفرماوي قطب حماد الذي قرأ على الشيخ عامر السيد عثمان مباشرة، قطب وأحمد، شيخ أحمد حامد موجود الآن في الكبرى يعلم الناس وقرأ لكثير من المشايخ، والبقر الشيخ عبد الرازق البقري، والشيخ قطب والشيخ البقري توفي رحمهم الله، لكن موجود الشيخ أحمد حامد الطعيمة موجود لأن معلم الناس، قطب وأحمد والبقري وغيرهما من كل شيخ روى القرآن. ها من يعرف يكمل؟ من الإبراز، يعني صار الإبراز في القراءة والإبراز في العلم، من كل شيخ روى القرآن. ها دينية ممتازة، من كل شيخ روى القرآن الإبراز. وبعدين تلاقي بقى كلام كتير بقى ويقرأوا بقى مش عارف بالهدوء وبدون تخلف وبدون شدة، وفي الآخر بقول إيه؟ في الآخر خالص بقى بقول إن المبالغة في الحروف تكلفا، ده بقى كلكم هتعرفوا تكلموه، كلكم هتعرفوا تكملوه لو قلت الكلمه اللي جايه دي هقولها لكم. ان المبالغه في الحروف تكلفا يشبههم ايه؟ كالمبتلى في الماء بايه؟ كالمبتلى في الماء بايه؟ بالوسواس. بالوسواس يعني اللي بيدرس الحروف ده واحد بيتوضا والشيطان يوسوس وده ما غسلش رجليه، يرجع لنا رجليه، لا ده انت مروحش حمام، نرجع تاني نروح لعمود، لا ده انت مغسلتش، يبقى دايما ايه؟ شاغل باله انا جبت صح ولا لا؟ لا زود شويه، شد شويه عشان تجيبها صح، يفضل مبتلى بهاله في الاخر من الاقراص وراه ايه؟ صحيح. يبقى خد بالك من الكلام ده، لان بعض الناس بيغتر ان اي واحد بيتشدد او بيتكلف يقول لك لا ده ما احنا ما بنقراش حاجه، ده هو الراجل ده هو المخرج، لا الشيخ احنا كده، انا هتعبك واعلمك الغلط، يعني هتعبك وفي الاخر بعد ما تقرا وتقعد سنين تقرا في الاخر تلاقي نفسك تلاقي ابن الامام الزين رحمه الله في قصر كامل بيقول عن منهج تشدد القراءة اما ما يفعله اهل الغباوه من التشدد في القراءه فهذا امر ليس عليه كف العلماء. احنا جبنا لكم الاوراق صورتوها فيها الكلام ده كله، وفي ابيات ثانيه، في ابيات ثانيه في قصيده ثانيه الحمد لله فتح ربنا عليها اسماء تحفة السعيد في علم التجويد، بنقول ايه؟ ان التكلف من عضال الداء. ده عضال، ده عضال ايه؟ لان صاحبه لا يقر او مريض. المكان الانسان دلوقتي مش مقر انه مريض، هيروح يتعالج ليه؟ هيروح للدكتور ليه؟ هيغير ده هو عليه ليه؟ انما اول علاج انك تعترف انك مريض. لما تعترف انك مريض تبدا تبحث عن الدواء، تبدا تاخذ الدواء بانتظام فباذن الله تشفي. لكن ده اضل لما تحب يقول لك انا مش مريض، انا مخ. فهذه خلاصه كلام العلماء في موضوع ايه؟ معرفه التجويد. التجويد هو الوصول للقراءه الحسنه التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. طيب بعد كده بننتقل لنقطه مهمه جدا برضه، وهي من اين أخذت قواعد التجويد؟ من العلماء قالوا فينا مد وفينا قص وفينا تخفيف وفينا تخفيف وفينا إخفاء وإضراب وإظهار؟ أنا أقول لك منين العلماء قالوا كده؟ أخذت قواعد التجويد مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته. يعني الصحابه نقلوا قراءة النبي، والتابعون نقلوا قراءة الصحابه، والقراء نقلوا هذه القراءة، والرواة نقلوا، الى ان وصلت الى عصر التدوين. في عصر التدوين بدأ العلماء يدونوا، طب يدونوا التدوين ازاي؟ النبي كان بيعمل ايه ديا؟ القارئ اللي نقل عن بالسند ان كثير ايه؟ فاصطلحوا بقى اللي ده مات وده قصر وده غنى وده كثير. زي بالضبط اللي بيسميها بايه؟ بحيث هو قريب. بنسميها بقواعد اللغة العربية. الفاعل مرفوع واسم إن واسم إن منصوب واسم كان مرفوع. منين جابوها؟ من عندهم. نظروا إلى لغة العرب ثم وضعوا هذه القواعد. فكذلك التجويد. نظروا إلى ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة ثم وضعوا قواعد التجويد. ولذلك تجد إن كثير من القواعد يعني فيها أدلة صريحة. والذي ليس فيه دليل صريح وخصوصي فهو مأخوذ العموم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فدي عبد الله بن مسعود والحديث الطبراني وهو صحيح
لما قال عليه أحد الناس قوله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قال الراوي مختلفا بلا مدى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فقال عبد الله بن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كيف أقرأتها يا أبا عبد الرحمن؟ قال أقرأني إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قال الراوي تمدها. إذا هو لماذا لم يقره على قراءته بدون نسخ؟ يعني ما قرأت يحد على النسخ. إذن صلى الله عليه وسلم كل هذه القواعد مأخوذة من قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبالتالي يأتي السؤال المهم أو الأهم، وهو هل نزل القرآن مجودا؟ القرآن نزل مجود؟ طبعا نزل مجود، وإلا يبقى التجويد ده أمر مخترع لم ينزل به القرآن. وإذا كان أمر مخترع لم ينزل به القرآن يبقى لازم، لكنه نزل القرآن مجودا من عند الله عز وجل. نزل القرآن فيه المجد وفيه الفقر وفيه التقسيم وفيه التفصيل. وإن كانت هذه المصطلحات ما عرفت إلا في عصر التجويد كمصطلح علمي، لكن كأداء عملي موجود. بلك العلماء يقسموا التجويد إلى قسمين، تجويد نظري وتجويد عملي. التجويد العملي نزل به القرآن وقرئ به القرآن وتلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيه القرآن ولقاه الصحابة والصحابة نقلوه إليه، وهذا هو الأهم. عشان كده احنا لما بدنا حفظ قلنا الأول نبدأ بإيه؟ بالتجويد العملي، نقرأ صح الأول والنظر دائما لاحقين عليه. لأن القرآن كذلك أمر أنزل أولا مجودا تجويدا عمليا، ثم لن تستقر هذه الأمور النظرية إلا في عصر التجويد. يبقى أهم قسم من الأقسام هو التجويد العملي. فالقرآن نعم نزل القرآن مجودا من عند الله عز وجل. ليه بقى؟ ليه نزل القرآن مجودا من عند الله عز وجل؟ أنه ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن إلا البلاغ. هل النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يغير شيئا من القرآن؟ ولا هو بلغ للقرآن؟ وبلغ له كما قلنا، وقد بلغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم البلاغ المبين، فلم يقل شيئا من وحي الله عز وجل له، فبلغه كما أنزل. فإذا النبي لماذا قرأ النبي القرآن بالتجويد؟ لأنه هكذا أنزل إليه بالتجويد. إذا القرآن نزل مجودا من عند الله عز وجل لأنه ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إلا البلاغ المبين، وقد بلغه صلى الله عليه وسلم مجودا كما أنزل عليه. وبالتالي لما تسأل هل التجويد من القرآن أم ليس من القرآن؟ التجويد الذي يخرج من القرآن التجويد العملي، نتكلم في التجويد العملي في النظر نتكلم فيه دلوقتي، نتكلم في الشق العملي. يعني القارئ عندما يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن، عندما يقول الرحمن يقول شيء آل الرحمن، يقول الرحمن بتخطيط مجرد، هذا هو التجويد. فنزل هكذا، نزل بتخطيط الراء. وإن كان لسنا محتاجين إلى مصطلح التخطيط، احنا عاوزين نقرأ كما سمعنا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ليه بنعمل كده؟ لأنه هكذا وصل إليه، هكذا قرأه النبي، هكذا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. عرف بقى إن إنما دي فيها قلنا حرفتين لأن من مسدد، إحنا عرفناها لأن إحنا مستفيدين نعرف إنما الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا في حاجة إلى معرفة أن هذه قلنا وأنها تقرأ في صدق حرفتين. زي ما قال العرب المستفيدين يعرفوا إن فاعل مرفوع وإن اسم كان مرفوع وإن اسم مرفوع، هم اللي وضعوه يعرفوها ليه؟ هم اللي تكلموا فيها. فلماذا يحتاجون الى ان يعرفوا هذه القواعد؟ يعني هل تتخيل ان العرب كانوا محتاجين الفيت المد والمحليه؟ احنا اللي محتاجينها لان احنا السنتنا تغيرت عما كان عليه العرب، ومحتاجين نعرف العرب كانوا بيتكلموا ازاي. كذلك الصحابي ما كانوش محتاجين لمقدمه ابن الجدلي ولا لصحبه الاطفال، ما كانوش محتاجين للكلام ده، لان احنا قراءه القراءه مجوده بالتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لكن احنا محتاجين حتى نتشبه به، حتى نجعل قراءتنا قريبه من قراءته، حتى نقرا كما نقل اليه.
يبقى إذا القرآن نزل مجوز، والتجويد العملي قراءة القرآن بالتجويد هي من القرآن، التجويد العملي من القرآن. وإذا فالتجويد العملي أي قراءة القرآن بالتجويد هي من القرآن، لأنه هكذا أنزل. وخذ بالك احنا نقف هنا، سنترتب على دين في الدرس القادم إن شاء الله، وهو ما هو حكم القراءة بالتجويد. هنبني الكلام اللي جاي على دين، ما دام التجويد من القرآن يبقى اللي قرأ القرآن بلا تجويد قرأ القرآن ناقصا، ما قرأ القرآن كاملا، ما قرأ القرآن كله، ما قرأ القرآن كما أنزل. ونتعرف بقى للحكم في المرة الجاية، ونجيب الأدلة أكثر من 10 أدلة في كتاب الله عز وجل على وجوب تعلم التجويد العملي، على وجوب تعلم التجويد العملي والقراءة التجويد عمليا. دي المرة الجاية إن شاء الله نتكلم فيها. برضه اللي عاوز يقرأ ويطلع ويبحث حتى إذا جئنا المرة القادمة يناقش أو يسأل لا بأس. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.